شيرين بيوتي في منزل أسامة مروة. نور ستارز بنفس فستان ناري. نشاهد المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع اليوتيوبر أسامة مروة اللي تفاعل اليوم بمجموعة من الستوريات على صفحته. كشف من خلالها انه بلش يصور حلقة جديدة في برنامجه الرمضاني، والحلقة القادمة راح تكون مع شيرين بيوتي وسدرة. وكمان كشف عن لون البوالين واتضح انه أسامة اختار اللون الزهري وهو اللون الورود المفضلة عند شيرين بيوتي لبيونيز. أما نور ستارز فظهرت مؤخرا بإطلالة مشابهة لإطلالة نارين بيوتي في رمضان. أترككم مع لقطة، رأيكم بخصوص هذا الخبر.